اليوم راح نعمل القراءة العاطفية لبرج الأسد. الطالع، انت على الطالع الشمسي والقمري. انت يا برج الأسد شكلك في الذكريات والحنين، انت شكلك بتفكر في الشخص هذا بدرجة كبيرة، شكله عندك لهفة لهذا الشخص أو تتذكر شو صار بيناتكو، بس بحنية بحب، مش يعني بذكريات مؤلمة، لا أنت بتحاول تتذكر تسترجع الذكريات اللي هي الحلوة. أنت شايف الشخص هذا متباعد ومختفي عنك، احتمال يكون هذا الشخص أنت شايفه روحاني جدا جدا، ويمكن يكون غامض خلينا أشوف شكلك أنت. سبب اشتياقك إله واختفائه، يمكن هو مبتعد عنك، مبتعد على أنظار، قاعد لحاله، وحتى أنت نفسك ما بتعرف عنه أخبار ولا إشي، لكن هذا الشيء خلاك تحس بالحنين اتجاهه. طيب خلينا نشوف، نايت أوف واند والدف. الشخص هذا شكله عنده حماسة، وهو حاليا حماسته في التغييرات لنفسه. الشخص هذا عماله بيطلع من شيء، من موضوع، أو عنده حماسة للتغيير في شيء إدماني. يمكن هو شخص مدمن، شخص هو جاهز لتغيير حياته، هو بيغير نفسه. كمان يمكن عنده شويتك حموة تجاه العلاقة. الشخص هذا بده يغير نفسه ويجيكم، لأنه هو شايفكم انتو فرصة بالنسبة له. مشاعره أو الشخص هذا بحاول يحمي نفسه، لأنه هو مش مستعد للعلاقة، وحاسس نفسه انه مش مستعد للعلاقة، فهو بحاول يتباعد ويحط حواجز بينك وبينه لحتى هو يتغير ويحس حاله انه هو جاهز للانطلاقة. الشخص ده قاعد بيتغير او بيطلع من موضوع ما، او بس في الاحرى الشخص ده بيجهز نفسه لكم، بس هو يمكن متباعد عنكم، انتم شايفينه متباعد او مختفي نهائيا. طيب خلينا نشوف الكروت الرومانس بيحكوا لنا لبرج الاسد. فليرتي، هذه يعني انه يمكن علاقتكم بدها غزل من طاقتك المنارة للآخرين. طيب نشوف مانجمنت، هون بحكوا لك ارتباط، حياتك في الحب يصعد إلى مستوى عالي من الالتزام. احتمال يكون هذا الشخص او انت شخص متزوج او شخص في علاقة خطوبة، يمكن انت، يمكن لانه شايفك انك انت يمكن خاطب او متزوج، يعني طرف ثالث في بيناتكم. واحتمال انه هذا الشخص بفكر بغير بنفسه، عشان لانه طاقته التغيير، فهو يمكن بفكر انه هاي العلاقة تصعد للارتباط، انه يصير فيها ارتباط للبعض منكم، إذا أنتم يعني إذا قادرين في هالعلاقة ترتبطوا أو تخطبوا أو يصير خطوبة أو زواج. حتى لو كنتم منفصلين يمكن هالعلاقة تصعد لنوع إنه ترجعوا لبعض. طيب خلينا نشوف كروت، هو على استعداد لشيء ما، الشخص هذا على استعداد. هون بيحكوا لك الإجابة على مكالمة، ما الذي تدعوك روحك إلى فعله. احتمال الشخص هذا بده يتصلكم مكالمة، يبعتلكم مسج. الشخص هذا بده يحاكيكم. احتمال هو بعده عنكم أو اختفائه، لأنه هو عماله بعيد العلاقة، بقيم العلاقة من أول جديد، لأنه شايفكم الاس اف مانتيكال، مشاعره من ناحيتكم بده بداية جديدة معاكم، لأنه شاعر إنه أنتوا الشيء اللي بيتمناه. فهون بيقول لك في مكالمة راح تجيك،
انت شو روحك تحكي لك، هل انك تجيب عليها او لا؟ هي طبعا برجع لك انت، لانه حاسس العلاقه هاي كانها ماتت، انت يعني بده يتم احيائها من اول جديد. هو شايفها هيك ان العلاقه هاي ماتت، يعني في الشخص هذا يمكن يكون في ارتباط، في زواج، واحتمال هذا الشخص بيعمل حواجز او بتباعد، بعيد العلاقه من اول وجديد، بعيد نظرته للعلاقه عشان يرجع. فالشخص هذا بيستعد لرجوع لكم، لانه انا حاسه انه الشخص هذا كان متباعد عنكم لهدف الشفاء من شيء ما. خلينا نشوف، لا بشوف النصيحة لك يا برج الأسد، بس هم بيحكوا لك إنه في مكالمة جايتك، حضر حالك لها. الشخص ده رح يتواصل معك يا عن طريق الإنترنت، مسج، أي شيء أنت يعني. إيه هون بيحكوا لك بيس، السلام يأتي من تذكر أن الحب فقط هو حقيقي. هو طلع على برج فكرة السرطان أعتقد، بس هون إذا بدك تحس السلام الداخلي بدك تتأكد إنه الحب حقيقي، مش إنه مثلا خرافات أو خداعات، أو يمكن أنت بتعيد نظر في العلاقة وهو بعيد كمان نظر في العلاقة، يعني إعادة ذكريات، إعادة ماضي. طاقة الشخص هذا لإبريل، الشخص هذا إما تشافى من شيء أو الشخص هذا مستقر، مستقر يمكن في زواج. الشخص هذا يمكن عايش في العشر كوبايات. الشخص هذا أعتقد إنه هي متزوج أو هو بجهز نفسه، لأنه هو جاي متجه إليكم وهو شايفكم، يعني شخصيتكم شايفكم اللي هايرفنت، معناته الشخص هذا ناوي زواج وشايفكم انكم انتم تصلحوا كزوج، اذا انتم مش في علاقه. اذا كان هو في علاقه او متزوج فهو يا بنفصل عن هاي العلاقه او جايب لكم عرض اللي هو تكونوا طرف اخر في العلاقه. خلينا نشوف شو الكروت بيحكوا لنا. نشوف ليش هو في الطاقة هاي، هو طاقة الاستقرار، مستقر هذا الشخص، متجمد حاليا. على فكرة الشخص هذا بيراقب الأحداث من بعيد، على فكرة الشخص هذا بيراقبك من بعيد بس أنت مش مدرك إنه هذا الشخص بيراقبك، وهو شاعر بسعادة من خلال مراقبته إلك، وحاسك إنك أنت كل مالك بتزيد يعني عز، من يعني كل ما أبعد عنك هذا الشخص أنت بتزيد نجاحات وطموحات. وشافك انك انت كمان احتمال انك انت بعد ما تركك هذا الشخص استقريت اكتر، هو شافك مستقر. فهو شاعر بالاستقرار من ناحيتك، انا الشخص هذا حاسس انه شافك انت مستقر فاستقر على هواك. احتمال الشخص هذا تبعد عنك وتزوج، دخل طرف اخر، او استقر في حياته، لكنه الغريب انه هو شافك انت بده فرصة وبداية جديدة معاك، شاعر انه هو بده بداية معاك، شاعر انه انت الاستقرار. فالشخص هذا يمكن تشافى، طلع ممكن من نكسة يعني صحية، طلع من ادمان معين، ممكن كان في عمل وغير عمله وجدد عمله لشيء اخر، وبعدين هو تخطيطه انه بعد ما يخلص هذا العمل انه يتجه لك، لان الشخص هذا متجه اليك، الشخص هذا شافك حاسس انك انت يعني كل الخير وجه الخير، وشافك انك شخص ناجح، ناجح جدا جدا، وشاعر انه هو لما تعرف عليك غيرت له كل حياته، غيرت له حياته طبعا للافضل، لانه هو شافك انك انت الاستثمار، انت فرصه، هو تعرف عليك وشافك فرصة، فرصة سعيدة بالنسبة له. فهو شايف انه انت الشخص اللي كل ما يطلع عليه بيحسه انه الشخص هذا حاسس انه مستقر او جاهز نفسيا انه
يقدم لك فرصه او عرض ما، لان الشخص ده بده يتسلك. فالشخص هذا حاسس طاقته فيها سعاده، هو سعيد يعني مستقر، هو نفسيا مستقر. في شيء هو تركه، انفصل عنه، شيء تغير في حياته. فهو نفس الشخص هذا، لو انا شفت انه الكروت هدول العكس، او انه مثلا شافك ابتعدت رحلت عنه، يمكن احكي انه خلص استقر وروح لحياته. لكن هذا الشخص شافك انه انت الفرصة، وانت الامبرس، وانت الهارفنت، وانت ثلاث كؤوس. فمش قادر اشوف في القراءة انه الشخص هذا متزوج. حتى لو كان هذا الشخص مستقر في زواج، فالشخص هذا بده اياك برضو انت. بس الشخص هذا يمكن نجح في مشروع، نجح في التخلص من ادمان معين، عشان هيك تبعد عنك، مختفي الشخص هذا. في شيء هو غيره، في شيء جدد طاقته، ابتعد حتى يقيم العلاقة من اول جديد. فالشخص هذا شاعر انه بده فرصة معك، وشاعر انه انت جميل جدا، هو منجذب لك هذا الشخص، هو حسك انك انت فرصة، هو حس انه هو كأنه بده يسترجعك لحياته، لانه حس انه انت شخص لا تعوض. فهو شافك الامبرس والاس اوف بنتكل، يعني شخص ممكن انت مرتاح ماديا وهو مرتاح ماديا، يعني هو شخص مرتاح ماديا مبدئيا عندي في الطاقة، هو مرتاح ماديا. او يعني لو مش مثلا، مش شرط انه تكون الطبقة العالية، لكن هو شايف انه يعني انت شخص ناجح في عملك، وشاعر انه انت شخص عامل مجهود كبير في عملك وناجح، انت شخص ناجح بنظره، انت شخص ناجح وشخص جميل جدا وجذاب جدا. وهو زي حس انه انت فرصة سعيدة في حياته، نفس ما حكيت لك. الشخص هذا بحبك جدا على فكرة، هو متجه اليك، هو في مكالمة منه انتظره، ولكن احتمال انت يا برج الاسد انه انت محتاج شفاء. يمكن انت بتحن لهذا الشخص، لكن مع قفلة قلب، يعني قافل قلبك عن الحب. فاحتمال انه انت الشخص اللي شافك انك مثلا ما بدك ترجع له، فزاد شغفك، عفوا زاد شغفه لك، شافك شخص يعني الهارفنت، شافك شخص يعني جامد، نوع يعني شخص، احكي لك كيف، شخص انت عارف شو بدك، وانت على فكره صريح على مواقع التواصل. يمكن انت عندك مثلا تلقي كلمات، مثلا عندك، خلينا اشوف اكثر. الشخص هذا شكله يعني بده اياك بشدة، خلينا اشوف هو ليش شايفك الاسم بنتك. طلع الشخص هذا بحبك وبده تسامح، بده تسامح الشخص. الشخص هذا غير بنفسه، يمكن عذبك كثير يا برج الاسد، وحس انه هو غلبك في العلاقة معاه، وراح غير نفسه وبده يرجع يتجه إليك. خلينا أشوف يمكن هو شافك مشهور على السوشيال، أو بتعمل إنجازات على السوشيال، يمكن أنت شخص فنان، شخص أنت بتعطي نصائح، شخص روحاني، يمكن أنت بتشتغل في الصحافة، في أو بتشتغل في مثلا قنوات إلك خاصة، أنت بتلقي عليها دروس، عبر، في إشي أنت مشهور فيه، وشايفك مشهور، شخص مشهور مرموق. أنا شايف إنه هو شايفك أكتر إشي على مواقع التواصل وبروقة، ومعجب بشخصيتك جدا جدا. إذا الشخص هذا كراش، فهو شايفك إن أنت تصلح الزوج، وفيك كل الصفات كاملة. قراءتكم حلوة يا سيدي. أنا أكتر من هيك حب مش راح أحكي لكم، يعني هو شايفكم إنه الحب الفائض، يعني الحب اللا مشروط. هو شايفك شخص
نظرة عينيك بتجذبه. يمكن انت عينيك حلوين شوي، فهو شايفك شخص يعني جميل جدا، أنيق، محب، طيب، شايف فيه كل الصفات اللي هو بتمناها هذا الشخص، فهذا الشخص بده يرجع لك. طيب، طب خلينا نشوف ليش هو شايفك الهارفنت، لأن يعني يمكن احتمال تكون في بينك طرف ثالث، احتمال أنت دخلت في خطوبة مؤخرا. أنا يعني حس القراءة إنها سهلة مش صعبة، يعني يمكن أنت شايف هذا الشخص متباعد، لكنه مش متباعد، هو بغير من نفسه، وغير من نفسه هذا الشخص، وهو جايكو. الشخص اللي بيخبي مشاعره فكرة عنكم، هو قصد إنه يخبي مشاعره عنكم. فهذا الشخص شايفك إنك أنت مصلح اجتماعي، يعني أنت بتصلح بين الناس، بين المشاكل، أنت عندك قيم ومبادئ إنه تكون دائما شخص قيادي وشخص تلقي كلمة الحق. يعني أنت عندك الحق بتحكيه أو بتلقيه، حتى لو أنت اللي غلط فبتحكي أنا الغلطان. هو شايفك إنك أنت شخص تعرف تفض المشاكل الصعبة، وشايفك شخص يعني ناجح وشخص قيادي بامتياز، وشايفك إنك أنت يمكن الناس بتيجي تستشيرك في الروحانيات، يمكن أنت شخص بتطبطب على وجع الناس. هو معجب بشخصيتك لأنه أنت شخص بتطلع من الصراع بسرعة، يعني إذا عندك صراع بتتركه وبتروح أو بتخليها على ربنا. يعني أنت مؤمن في أنه في مقولة ما بحكي عندي هم يا رب عندي هم كبير، بحكي لا يا هم عندي رب كبير. وشافك مؤمن بالله ومؤمن أنه ربنا هو اللي بيحل لك مشاكلك، أنت بتتركها لربنا، وبنفس الوقت أنت بتحل مشاكل الآخرين، بس بتحلش مشاكلك، أنت بتتركها لربنا. وهو شاف شخصيتك مرحة جدا 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 جدا، وإنه أنت الإشي اللي بدك إياه أنت بتعرف الطولة وتروح توصله. هو شافك إنه أنت يمكن شوي بتظهر فرحك، لكن في أشياء أنت بتظهرهاش شخصيا. أنت شوي هيك بتحب إنه تكون غامض بعض الشيء، يعني عندك شوية غموض يا برج الأسد. هو شافك شوي غامض، فيك شيء غامض، فيك من نوع من الغموض، أو أنت بتحبس أنفاسك لآخر لحظة، وأنت بتكون تظهر لأنك شخص مرح وشخص شغوف وشخص بتعرف الشيء اللي بدك إياه تروح تجيبه. أو وشايفك كمان يعني إنك أنت شخص اللي داخلك بتطلع تحكيه، يعني إذا أنت من دائم إشي بتحكي بتروح بتحكي أنا من دائم كذا وكذا وكذا صريح، وبعض الشيء غامض، يعني بعض الغموض وبعض الوضوح. وشايفك إنك أنت شخص شخص مرح، بتحب تضحك، بتحب الأصدقاء، بتحب مساعدة الآخرين، وبتحب تشارك الناس بأفراحها. وشايفك شخصية مرحة، شايفك شخصية مرحة، وكمان شخص إذا حدا أجي حكى لك سر أنت تتكتم عليه. وشايفك شخصية يعني هو بيتمناها، وهيك شايفك. كمان خلينا نشوف، عشان هيك الشخص هذا على فكرة حس حاله إنه هو شخص من داخله هو بده تغيير، هو حاس إنه لازم يصير زيك بالطاقة اللي أنت فيها، طاقة المرح والفرح ومساعدة الآخرين. حتى لو أنت عندك هم أنت بتساعد الآخرين، بتباشر، بتترك همك لربك زي ما حكيت لك. أنت من قاعدة ما بتحكي يا رب عندي هم كبير، بتحكي يا هم عندي رب كبير. فهو بتساعد الآخرين، يعني بتشارك في مساعدة الآخرين، بتحل قصص الآخرين. في ناس هو حس إنه في ناس كتير حواليك زي بيستشيروك. وهو على فكرة الشخص شايف برضه إنه في ناس
برضه أشخاص حواليك، على مواقع التواصل، على التعليقات، بيكتبوا لك كومنتات أو بيحاولوا إنه يفوتوا معاك بصداقة، وشايف إنه في حواليك ناس كتير. الشخص ده هو شايفك إنك أنت جذاب، فإذا أنت جذاب أكيد راح يكون في حواليك ناس كتير. والشخص هذا قرر إنه يتغير في شيء، قرر إنه يتغير. وعلى فكرة لما قالوا لكم إنه حياتك العاطفية راح تطلع على مستوى أفضل، فأنا بحكي لكم هو بفكر في الارتباط والرجوع في وفي الارتباط كمان. الشخص هذا بده يرتبط فيكم، هو حاسس إنه كل شيء كمال وجمال عنده، لكن هو حاسس إنه مفتقد الشغف أو الغزل في هاي العلاقة، أو هو مش هاي العلاقة نفسه، هو شخص مشتاق لغزلكم. لهيك على فكرة الشخص بتواصل معاكم، الشخص هذا بتواصل معاكم بس انتوا بتحسوش، عشان هيك انتوا بتشدكوا ذكريات لورا. بس انت في طاقة منيحة، بس ذكريات منيحة مش ذكريات مؤلمة او انت تعبان من هاي الذكريات، لا انت بتحن، مجرد حنين، عندك حنين للماضي، حنين. احتمال تكون انت اكبر من الشخص هذا للبعض منكم، احتمال تكونوا انتوا كنتوا في زواج وانفصلتوا، والشخص هذا راح غير عمله، غير اتجاهه لفترة لحد ما يطلع من مثلا الحزن اللي سبب لكم اياه، او الاستنزاف للوقت تبعكم، استنزاف لصحتكم، فحس نفسه انه لازم يتغير عشان يصير بالمستوى اللي انتم فيه. يمكن انتم مستواكم ارقى اعلى، يعني مش يعني كلنا طبعا منختلفش عن بعض في المستويات، لكن قصدي انه انت مثلا عندك نضوج اكتر في المال، في العمل، شخصية مثلا مرموقة، في اشي، في اختلاف بيناتكو مستويات. احتمال انه يكون انت مختلف عنه في العقيدة للبعض منكو، او العادات والتقاليد، المسافات، المدن. احتمال انتو من مدينة والشخص هذا المدينة، لانه شافك انه عمواقع التواصل، عمواقع التواصل انك بعيد. طيب خلينا نشوف، محكي لكم شو الأبرز يا جماعة. الحوت، العقرب فقط. الشخص هذا ناوي نية منيحة من ناحيتكم للارتباط، عشان هيك الشخص هذا هو ناوي ارتباط. الشخص هذا مشتاق لكم جدا جدا، مفكر فيكم جدا جدا، وناوي على ارتباط. وعندنا هاي البنت اللي هو الثور والحمل. احتمال الشخص يكون هذا برج الحمل، طاقته هوائية أكثر من الطاقة الومائية. طيب خلينا نشوف شو نواياه، شو خطوته القادمة اتجاه. والشخص هذا بده ارتباط. على فكرة الشخص هذا يمكن غدركم في الماضي، سبب لكم ألم، وهو بحاول إنه يشيل أعباء الماضي على نفسه. الشخص هذا نوايا يتواصل معكم، يعني كارت التواصل كله طلع لكم، وهون كانت في مكالمة هاتفية راح تجيكم، وهون انه الارتباط علاقته راح تطلع لمستوى اعلى. هون بيقولوا لك انت بيجيك السلام الداخلي لما تامن انه في حب. فالشخص هذا ناوي يتواصل معكم، نوايا انه يتواصل معكم ويوضح لكم بالضبط ايش صار معي. الشخص هذا بده يوضح في شيء، بده يوضحه. بما ان هذا الشخص تركه فجأة، على فكرة انتو تفاجأتوا انه تركه فجأة، يعني انتو فكرتوا تخلى، هو مش تخلى، هو راح يغير شيء. اثناء كان معكم في العلاقة، هذا الشخص لما كان معكم في العلاقة كان مشوش، مخه مخربط، فهو غير القواعد عنده، غير قواعد نفسه، غير تفكيره، نفسيته، عمله، في شيء غير الشخص هذا ومتجه لكم، رجع لكم، في شيء من الماضي. الشخص هذا بده يطلع من الصمت، بده يطلع من الصمت. طيب خليني اشوف بعده، برج الميزان وبرج الثور كمان مرة طلع معنا.
الشخص هذا ده يطلع من الصمت وكأنه بده يعطيكوا حقكم، هو حس انه غدركوا في الماضي. طب خليني اشوف شو خطوته. دبل العذراء، ايه عفوا الهارمنت، هو برج العذراء طبعا الدبل. برضه مش فاهم خطوطه، يعني عكس بعض. هو بده يحكي لك كلام قعد فترة طويلة وهو يفكر فيه، وكان يفكر فيه بشراسة، يعني كان هذا التفكير ما يفارق مخه نهائيا. الشخص هذا زي بده يرجع وهو جايب لك أخبار أو مبررات أو الأشياء اللي عملها فيك بده يبررها، الموقف اللي حطك فيه بده يبرره، بده يطلع من الصمت ويطلع يجيك على هيئة شخص فهمان زي أنت بالضبط، بده يقلدك، بده يعمل زيك، يحكي بالعقل، العقل، ويحكي بطريقة العدل. طريقة العدل، الشخص اللي بيبعت لك رسائل، جرب يبعت لك رسائل ويحكي معك في العقل، ويحكي لك شو الفترة الطويلة هاي اللي تركها فيك، ايش عمل وشو الإنجازات اللي عملها، وكيف كان يغور عليك أو كيف كان يفكر فيك بدرجة كبيرة إنه أنت ما كنت تفارق مثلا عقله. طيب خليني أشوف برضه عشان إحنا نطمن، مع إنه هون مبشرات الكروت، يعني مش عندي نصائح وخطوات و مشاعر ونوايات، بس خلينا نشوف عشان طلع الدبل والهارمن بسبب. خلينا نشوف الشخص هذا شو بده منك يا برج الأسد. خلينا نشوف على فكرة هذا الكبت اللي قلت لكم إنه غدركم هذا الشخص أو عملكم عامل فيكم مقلب، انسحب زي خدعكم وانسحب. الشخص هذا بده يحاول يطلعك من حالة الفقدان اللي حسسك فيه او الغدر اللي طلعك فيه في العلاقة، يعني طلعك من العلاقة بغدر، مش مثلا انفصلتوا بدون اي مشاكل، لا شكلكم انتوا مشكلتوا كتير وهو كان القاسي اكتر. فالشخص زي بده يرجع يوازنك من اول وجديد، يرجع يعطيك حب من اول جديد، يطلعك من حالة الزعل. طيب نشوف برج السرطان كمان طلع معنا، خلينا نشوف لكم كمان كارت. طب هل هذا الشخص ناوي يرجع؟ هي راجع، بس الشخص هذا هو مخربط، مش مخربط، هو حاسس انه هو قسى عليكم، فالشخص هذا بده يرجع يبرر لكم، ايوه يحط لكم مبررات للمواقف اللي حطكم فيها، يعني مثلا غدرك بشيء ما، الشخص هذا بده يرجع يبرر، بده يجي يظهر براءته. انا عملت كذا وكذا عشان انا مثلا كنت في حاله ادمان بدي اطلع منها وما كنتش راح اقدر اتزوجك وانا في حاله ادمان مثلا. انا كنت في زواج وانفصلت في هذا الزواج وما بقدرش اخليك طرف في حياتي وانا مش مستقر مثلا ماديا اسريا. الشخص ده يجي في مبررات، وزي ما حكيت لكم بده يطلع لكم من الاحساس اللي حطكم فيه. هذا الشخص بده يرفعكم لمستوى احسن وينسيكم الغدر اللي هو عمله فيكم. طب خليني اخذ لكم نصيحه قبل ما نختم الحلقه. نصيحه لبرج الاسد، عفوا، ايش تعمل هذا الشخص؟ انت زعلان يا برج الاسد، انت في الماضي لساتك، انت في الذكريات. هون بقولوا لك السلام الداخلي ما بيجي لما نعرف ان الحب حقيقي، فاطلع من الماضي وذكريات الماضي وحاول اسمع من الشخص هذا،
انا الشخص ده فعلا بحبكو، هو ندمان جدا اكتر منكو، ندمان على اللي عمله فيكو. الشخص ده احتمال تركه فجأة بدون سابق انذار، وممكن تدخل في علاقة اخرى، لكن هذا الشخص هو راح ليغير حياته، في شيء هو راح يغيره. فهون بقول لك النصيحة انك تطلع من الزعل والكاسات المسكوبة. لو انت في الذكريات، فعلا انت في الذكريات، انت في الذكريات، انت بين الذكريات المؤلمة والحلوة، بين الحنين الايام الحلوة، بين المأساة اللي انت مرقت فيها في العلاقة هاي. فهون بقول لك نصيحتك اطلع، لان هون حكوا لك السلام الداخلي بيجيش الا لما تطلع من الزعل. وحكيت لكم انا كل الابراج، ان شاء الله بتمنى تكون القراءه عجبتكم. احكوا لي شو قصتكم يا جماعه في التعليقات، هل هذا الشخص فجاه تركه وحسيته بغدر وحاسين انه كان عنده شويه حزن ناحيته؟ فاحكوا لي هل هذا صحيح. وشكرا لكم يا برج الاسد. لو سمحت اذا كنت جديد معنا في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس ليوصلك كل جديد. لا تنسوا يا جماعة.